عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابع، وإننا نسير بإطلاق الشوط التاسع الذي تم تعلن إطلاقته بعون من الله وتوفيقه. نتابع هذه الشعارات التي أتت من كل حذب وصوب لهذا الميدان، ميدان السمحة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بالإنجاز الجميل. الشوط التاسع يحمل بطيات عنوان الجعدان. دعوني ارحب بمسار هذا الشوط وتعرم مباشره من لديه الابداع المتميز والصداره. ناخذ الهارب على مقدمة الشوط، يرافق محمد بن خميس بن عبيد الرميثي الذي يسير هنا على بدايه الانطلاق الاول. النقله التاليه الوصول وصل هناك غزيلان الذي قادم الحرب الراشد بن خادم المهيري، والمركز الثالث سير مغادر الذي واصل يرافق ويتابع ايضا عبد الله بن احمد بن عود الرميذي على المستوى الثالث. اما المركز الرابع نعود مباشره، وصل بهناك اشعار ابو هزاع الذي قادم ناصر بن هزاع بن ناصر المنصوري على المستوى الرابع. والمركز الخامس جوله جميله، الفايز الذي قادم لسعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري. المركز السادس وين يحمل الرقم واحد سكر، يرافق محمد بن علي بن جمعه الرميثي يتقدم بهذا الشعار المتميز. اذا تهانينا للجميع بهذا الحتى انجاز المتميز والحظ الاوفر الذي لم يحال في الحظ. هذه النتيجه الست الاوائل عديناها الى حضراتكم، ولكن هنا عندما نتذكر مصورنا ياخذ لنا جوله متميزه، ومن ثم يعود بنا الى شعار هناك المهيري الذي بدا يقود الصداره، الذي بدا يطير الى البدايه من يروح هناك الى الصداره. الله عليك يا ابو راشد على مقدمة الشوط. يتابع ان غزوان الذي غاد الصداره، بالفعل انه غزوان الذي غزا الى مقدمة الشوط. روح يا ابو راشد روح، اسعد الله اوقاتك بكل خير. الحرب الراشد بن خادم المهيري يتقدم الى بدايه الشوط، ولكن هنا على المستوى الثاني الله 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 الله، شوف المركز الثاني يا الله. غادرنا الكيلو، اذا غادرنا الكيلو، روحنا من الكيلو، شد الحيل يا من تتابع، ارصدنا المستوى الثاني، ارصدنا المستوى الثاني. اشوف هناك بالعود الذي يغادر بكل قوه حيث انه يسجل ثلاث نقط مدونه بقياده عبد الله بن احمد بن عود الرميذي، يرافق النم غادر الذي قادم، او هناك مغامر مغامر الذي قادم الى المستوى الثاني والمركز الثالث. عاثنا جوله جميله، وصل المنصوري، وهناك ناصر بن هزاع بن ناصر المنصوري على المستوى الثالث والمركز الرابع. والله شوف التجمع، شوف بدات الاسماء تاتي، شوف الاشعارات الذي قادمه، ارصد يا متتابع، شوف اللي بتشوف. ولكن وين يا المهري وين؟ عود بنا الى اشعار المهيري الى الصداره، عود ابن الاشعار ابو راشد. يبدو لي ابو راشد يقول لي ما كذاك طعم الهزيمه. الله 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 الله، هناك الى البدايه راغب ان الصداره، هناك غزوان الى الصداره الذي سيطر سيطره تامه. يلا يا راعي غزوان، شد الحيل يا متتابع البدايه. الحرب الراشد المهيري يتقدم، ولكن دير بالك اللحظات الحاسمه، اللحظات الاخيره. سلام المهيري سلام، تهانينا على فوز غزوان. التهنئه للحرب الراشد بن خادم بن راشد المهيري على هذا الابداع، مشكور ولم ذوق الهزيمه وعصاته في ابطانه. بالفعل مشكور يا ابو راشد، مشكور على هذا الاداء المتميز.
والجميل. وصلنا للمستوى الثاني يحمل الرقم 16 شاهين محمد بن عتيق بن عبد الله العميمي على المستوى الثاني. والمركز الثالث يصل فيه بقيادة سالم بخلفان بن راشد الكعبي. أما المركز الرابع يحمل الرقم 23 إذن هناك سعيد بن ناصر بن مبارك الخميسي الذي على المستوى الرابع ولا الخامس؟ الرابع. إذا مركزنا الخامس يصل في حامل رقم 10 سالم بن ثنية أو بن ثاني بن ثاني بن محمد الرميثي على المستوى الخامس. والمركز السادس يصل في حامل رقم 6 محمد بن بيات بن منيف المنصوري. التوقيت اذا 4:30 تهانينا وناموس وشكر موصول ابو راشد على هذا الابداع. شكرا يا المهيري.